التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، والتحية متواصلة مع هذه الانطلاقات المسائية. شوطنا 17 أعلنت انطلاقته منذ لحظات، انطلاقة موفقة نتمنى لجميع المشاركين. مباشرة نسير مع البداية والريادة والمقدمة وصدارة هذا الشوط. من يتقدم هنا أيضا سالم بن مبارك بن حمد بن دحروي العامري يأتي مع هملولة، بينما الشاهينية محمد بن عمير بن عتيق هنا أيضا المهيري يأتي ويقدم شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث منتصل في هذه اللحظات الشاهينية أحمد بن عزير الحميري يأتي مع الشاهينية مع المركز الرابع. هذه النتيجة للأسماء المنطلقة للشعارات الحاضرة المبدعة بالحضور المبدعة بالانطلاق، ولكن نعود مع الصدارة مع البداية مع المقدمة. هملولة سالم بن مبارك بن حمد بن دحروي العامري يأتي على الصدارة، ولكن القادمة التي بدأت تتحرك في هذه اللحظات هذه الشاهينية محمد بن عمير بن عتيق المهيري، واللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة سالم بن مبارك بن دحروي ولا بن عتيق المهيري ولا بن عتيق المهيري، ولكن الشاهينية بدأت تغير في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس تمارك الشاهينية محمد بن عمير بن عتيق المهيري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني هملولة سالم بن مبارك بن حمد بن دحروي. المركز الثالث كانت الشاهينية عبد الله بن حيد بن ضاحي العميمي. هذه النتيجة التوقيت الزمني 1:46. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في مسائي هذا اليوم.